انطلقت اليوم فعالية النسخة السادسة من مؤتمر الأهرام السنوي للطاقة برعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء. شهد المؤتمر مناقشات موسعة حول تأمين مصادر الطاقة والتحديات العالمية والتجربة المصرية، وذلك بمشاركة واسعة من كبار الخبراء والمسؤولين في قطاعات البترول والطاقة والمال والاستثمار وكبرى شركات الطاقة وممثلي مؤسسات التمويل والهيئات والمكاتب الاستشارية. النهاردة احنا بنتكلم على النسخة السادسة لمؤتمر الطاقة، والحقيقة لما أطلقناه منذ 6 سنوات كان عندنا يعني استشعار مهم لأهمية هذه القضية اللي هي الآن هي الأهم على مستوى العالم. قضية الطاقة الآن هي الأهم على مستوى العالم اللي بتشغل العالم كله، واللي عاملة يعني أزمة كبيرة جدا في العالم، واللي أدت لارتفاع الأسعار اللي العالم كله بيعاني منه الآن، واللي عاملة مشاكل كبيرة جدا خاصة بعد اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية. لقد تحدثنا كثيرا عن مجال الطاقة في مؤتمر المناخ الأخير، ورأينا هناك عددا كبيرا من المبادرات الطموحة من الجانب المصري، وحدث مثل اليوم هو فرصة لتبادل الخطط في مجال الطاقة، فقد كنا دائما من الداعمين للحكومة المصرية في مجال الطاقة وانتقال الطاقة لشكل الطاقة المتجددة، وسنستمر في هذا الدعم لأن مصر أحد المفاتيح الرئيسية في هذا المجال، والآن هو وقت تحويل الخطط لأفعال، ونحن على ثقة أن هذا ما يحدث في مصر الآن. الطاقة طبعا معروف أن هي أصبحت دلوقتي من أهم مصادر الحياة بالنسبة للبشرية ككل. الطاقة نفسها أهميتها بانت خلال الحرب الأخيرة ما بين روسيا وبين أوكرانيا، وطبعا احنا شفنا الأسعار ارتفاعات كبيرة فيما يتعلق بالزيت الخام وفيما يتعلق بالغاز الطبيعي. حقيقي دلوقتي الفترة دي في انخفاضات في مستويات أسعار الزيت الخام، لكن لازال برضك متوسط السعر مرتفع.